وصل إلى محافظة مأرب المختطف المحرر بشير الحفاشي أحد أبناء الحيمة الذي كان ضمن صفقة تبادل الأسرى والمختطفين المفرج عنهم في شهر أكتوبر الماضي، إلى أن ميليشيا الإرهاب الحوثية رفضت الإفراج عنه بعد أن لفقت له تهما جنائية باطلة. استقبل الشيخ هادي هيج رئيس لجنة الأسرى المحرر الحفاشي في مأرب، وكان هيج قد رفض الذهاب إلى العاصمة الأردنية عمان لحضور الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بتبادل الأسرى بين الحكومة والميليشيا الحوثية قبل الإفراج عن المختطف الحفاشي. وقد أشاد المختطف المحرر الحفاشي بجهود لجنة الأسرى بقيادة الشيخ هادي هيج. في هذه الاحتفالية الكريمة بخروج البطل بشير الحفاشي، بشير الحفاشي أصبح ليس شخصا وإنما قضية، فكانت هذه القضية لازم تحسم، لأنه كان الحوثي يرفض إخراج الأخ بشير، وبعد حوار طويل طلبوا لمدة شهر تأخيره لمدة شهر، فأخرنا شهر، فعندما رفضوا إخراجه بعد شهر رفضنا، وقفنا كل المحادثات ورفضنا الخروج من اليمن إلا بعد خروج الأخ بشير الحفاشي، وتوقفت التبادلات الفردية والجماعية. أنا كنت ضمن الصفقة السابقة فأخرونا، وتم بحمد الله يعني قبل الشيخ ومن إليه يعني من الناس الكرماء الأجياد العظماء، وتم اليوم الحمد لله يعني وصولنا إلى منطقة مأرب يعني مكان الكرامة محل العزة والكرامة.